استاذ عبد المنعم، شفت ازاي اداء المنتخب المصري على الهادي كده؟ ما شفتوش. انا بقول لك استاذ على الهادي. ما انا بقول لك ما شفتوش. ده داخل في الاول قالك ما شفتوش. مش هكذب عليك، والله ما شفتوش. انا يعني مش عايز اقول لك ان انا شفته وانا ماشي كده في المباراه. انا حاولت اهدي الرجاله في الكواليس، بس واضح ان هم يعني في نار جوه. فانا والله انا عملت اللي عليا. اتفضل استاذ عبد المنعم. بص يا استاذ رجائي، يعني انت ده منتخب مصر، 7 بطولات، احسن فرق القاره. لما تلعب ماتش مع اي حد لازم انت تتفرج على ماتش تستمتع بيه، لازم تحس نفسك انك انت بتستمتع. محمد صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش، لعيبه ليها اسمها. بس كان الشوط الاول كان شوط رائع جدا بالنسبه لمنتخب مصر. شوط رائع جدا. يبقى انت حضرتك بتتفرج على ماتش تاني، على دوري ابطال اوروبا او دوري او اي حاجه تانية انا غير ما شفتها. مشجع غينيا ممكن. بتكلم على غينيا. ماتش بص اقسم بالله انا لو بشوف تقسيمه ما بين اي فرقه الماتش ده اقل من التقسيمه. لغايه الدقيقه 28 29 انا رحت قفلت التليفون. كنت بتفرج على التليفون، قفلت التليفون خلاص، زهقت. طب هتفرج على ايه؟ يعني البساط غلط، اللعيبه ما فيش مستوى فيها، مرموش تجي له كدمه في اول 10 دقائق. مرموش اللي بيلعب في الدوري الالماني اللي كله خبط ورزع والكلام ده، خبطه شكرا مع السلامه، يخرج بره، ينزل تريزيجيه، دنيا صعبه جدا. انا بتفرج والله من داش. طب محمد صلاح، انت محمد صلاح كان في اجازه، جايبه من اجازه، كان ببلبط ويقول له العب. طب ما تقعد صلاح. كان يعني انت يعني صلاح يعمل ايه مثلا؟ يعني كمان ايه ومخليه يلعب 90 دقيقه كمان؟ هو انت في ايه؟ يعني 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 ايه المباراه دي بصراحه؟ استاذ عبد المنعم انت متحامل شويه عن انا متحامل. طب ممكن لا انقل يعني مش متحامل محسن. يعني نرجو منه اي بركه. امل اتفضل. هجيبها منين الاول يعني؟ برضو مش هزيد كلام كتير عن اللي قاله الاستاذ عبد المنعم، لكن هقول لحضرتك ايه. يعني طبعا بعيد عن الاداء السيء، انا بس مش مع فكره الناس اللي بتهلل والمنتخب حقق. ده مش انجاز لمصر، منتخب مصر 7 بطولات، 10 نهائيات، خسر 3. يعني عملاق افريقيا، ان هو يبقى يعني حققنا. ده مش انجاز يعني. منتخب مصر يتاهل مش انجاز. احنا بنتكلم ده الطبيعي. ده الطبيعي. ده مش الطبيعي. ده منتخب مصر لو ما فازش بالبطوله هو ده اللي مش طبيعي. يعني المركز الثاني وصافه كاس افريقيا مش انجاز بالنسبه لمنتخب مصر، فما بالك بالتاهل. يعني لما جه الناس اللي بتهلل التاهل، تاهل ايه؟ المنتخبات اتاهلت من الجوله الرابعه، الجزائر، تونس، المغرب، بالاضافه بقى للسنغال وكوت ديفوار، طبعا هو المنظم، مش عارف بوركينا فاسو، جنوب افريقيا، كل دول ترشحوا من الجوله الرابعه. لما تيجي انت في الجوله الخامسه وتقول لي منتخب مصر تاهل ليه؟ طبعا ليه ما تاهل؟ ليه تعطلنا؟ هتقول لي بقى المجموعه ضعيفه. طب ما احنا اتغلبنا من اضعف فرق المجموعه، اضعف فرق القاره اللي هو منتخب اثيوبيا. طب انا ممكن، طب انا اقول، طب برخت الامل عشان بس الجماهير، طبعا الناس اللي بتشوفنا ما تقطعش شرايينها يعني. لا يا باشا. ممكن مثلا نقول ان روي فيتوري يعني من ساعه ما جه على مجمل اعماله، سيبنا يا جماعه من الشوط الاولاني، على مجمل اعماله يعني 6 ماتشات ب6 فوز، نسبه التهديف بتاعته عاليه، 16 حلو. جول. حلو. قابل مين برضه؟ معلش انا لا اعترف الا مباراه بلجيكا الا منتخب بلجيكا. ما هو بلجيكا برضه وفاز عليهم. ماشي ماشي. بس ماشي. بلجيكا يعني بعدها عمل ايه؟ ما هو بلجيكا اتغلب من المغرب. بلجيكا ما كانش في مستوى. بلجيكا خرج من المجموعة. خرج من الدور الاولاني في كاس العالم. في كاس العالم يعني انت مهدت الطريق ان المغرب تكسب بلجيكا. طيب اللي انت عملته. طيب يعني انتوا مش عارف، احنا متشائمين. طب انا على فكره في لعيبه جديده في منتخب مصر. ها زي مين بقى؟ مروان عطيه. لا بص، مروان عطيه لعيب ما ينفعش نتكلم عليه، احنا مش هنديله حقه، الجمهور كله بيديله حقه، مش احنا بس هنديله حقه. ايوه يعني شفنا مثلا احمد. انا عايز اوصل لك لمعلومه خطيره. مروان عطيه، في زي مروان عطيه يجي حوالي 15 20 او 30 لاعب او 100 لاعب زي مروان عطيه ما حدش عارف عنهم حاجه. ايه اللي خلى مروان عطيه مروان عطيه؟ ايه اللي خلاه؟ فيريرا بتاع الزمالك شاف مروان عطيه وعجبه جدا، وقال لك ده البديل الشرعي لطارق حامد، واتكلم عليه. ومع الاسف يعني شوف الحظ، مسؤول الزمالك يكلمه محمد مصلح يقولوا له انت عندك لعيب هايل احنا عايزينه. هايل احنا عايزينه. محمد مصلح اصلا يعني مش مروان عطيه اللي كان حاطين الاتحاد حاطه في دماغه اساسا يعني. فالناس حطت دماغها في مروان عطيه، الاهلي حط عينه عليه، جاب مروان عطيه واشتراه، وحصل الكلاش اللي بين الزمالك والاهلي والكلام ده اللي حصل. اكتشفنا ان مروان عطيه لعيب من الطراز الرفيع. وده معناه ايه؟ ان الاتحاد نفسه ما كانش يعرف امكانيات مروان عطيه. تخيل حضرتك، الوحيد اللي اكتشفه
اللي هو فيريرا المدير الفني البرتغالي. يعني معنى كده ان العين الخبيره تقدر تطلع لنا لعيبه من الكشافين من كل حته. في لعيبه كتير جدا بس مع الاسف ما بتاخدش فرصه. بدليل بدليل كاستكمال الكلام مين محمد عماني النهارده بسم الله ما شاء الله في حته ثانيه. مين اللي بيكشفه؟ كيروش زي مجموعه احمد فتوح والمجموعه اللي احمد رفعت زي هم فين الناس دي صحيح؟ يعني مروان داوود فين؟ مروان داوود فين؟ محمد عبد المنعم لولا كيروش ما كانش حد ده كان بيعار. طب ما يا جماعه معلش ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ان الراجل روي فيتوريا عنده عين. هو مثلا اللي جاب مثلا مروان عطيه، هو اللي جاب محمود حماده، هو اللي جاب عطيه على فكره اللي خلاه فيتوريا يعرفه زي ما قلنا النادي الاهلي لما الاهلي فكر فيه. هات لي وجه جديد حضرتك جابه كده بعيد عن العين. انا عايز اقول لحضرتك عايز اقول له بس لحضرتك على حاجه، احنا مش ضد فيتوريا، احنا انا بقول لحضرتك لا 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 فيتوريا اللعيبه اللي اكتشفهم عين رويفي محمود حماده مثلا. محمود حماده هو لا بيلعب لا في الاهلي ولا في الزمالك. تمام ماشي، ده يعتبر اكتشاف الوحيد لفيتوريا. طب الحمد لله يا جماعه معلش يا جماعه سجلوا الموضوع ده عشان ايه ما حدش يقطع شرايين. واقول لك على حاجه، لعيب لعيب هيتلاقي في الميركاتو اللي جاي، يعني في شغل كتير عليه بس الزمالك اتكلم عليه بس ما فيش فلوس مع الاسف الشديد. ممكن تلاقي برضو ايه الدنيا يعني برضو لسه. اللي هو مين؟ اللي هو محمود حماد. لعيب من اللعيبه الهايله يعني بس الاهلي مش وعندك برضو احمد رمضان بكر اول مره دي النهارده بس مش على طول يعني. محمد رمضان بيكام لاعب دولي من ايام شوقي غريب ولعب في كاس العالم كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، يعني لعيب دولي من ايام شوقي غريب.